ريفيو عن كتاب أربعون لأحمد الشقيري. كتاب الحقيقة رائع، أنا بديله 5 من 5. الشقيري لما وصل سن 40 خد نفسه وراح رايح خلوة قعد فيها 40 يوم في مكان لا معاه موبايل ولا معاه أي حاجة تانية. قرر كده يقعد لوحده هو ودماغه، عشان كان عنده أهداف من الخلوة دي. أول هدف إنه يتخلص من العادات السيئة، تاني هدف إنه يوصل للسلام الداخلي، ثالث هدف إنه يقيم الماضي ويخطط للمستقبل، ورابع هدف كان عنده إنه كان نفسه يرجع لعادة القراية. وشارك معانا في الكتاب خواطر كتبها لمدة 40 يوم، خواطر مختلفة سواء عن حياته أو المشاكل النفسية اللي مر بيها أو عن أفكاره أو عن القرآن وخواطره منه أو حتى عن التحسينات اللي قام بيها في نفسه أو تقييمه الكتب وقراها. بصوا من الآخر الكتاب بيخلينا نقيم حاجات كتير قوي في حياتنا، كتاب بجد بيسمو بالعقل والروح. حاولوا تقروه، ولو قريتوه قولولي رأيكم في الكومنتس.